بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اليوم راح نبدي بالأسئلة للموضوع إيجاد قيمة الثوابت. متفسر بالمحاضرة السابقة على ملاحظة الحزورة، قلت لكم خمس معارض حفظوهن على مود نبدي بالأسئلة مع المعارض. لذلك ركزوا وياي، هذا سؤال وهذا السؤال سؤالين مدني، هذا السؤال وهذا اثنيناتهم موجودات بالكتاب، واحد مثال والثاني تمرين، واحد من أمثلة الكتاب والثاني تمارين الكتاب. تقريباً راح أعطيكم يعني ما يقارب 24 سؤال على هذا الموضوع، تقريباً 24 سؤال. فاللي موجود عندكم بالكتاب كلهم 11 أو 12 سؤال، هذا لكل الأسئلة الأمثلة والتمارين، بس الباقي هذا مو من جيبي جايبهم، لا هذا جزء واحد أو اثنين من عندي. بس الباقيات يعني وزاريات جايات، اكو فكره جايه من وزاري موجوده بالكتاب، كل الافكار اعطيكم على هذا الموضوع ان شاء الله. ركزوا وياي. اذا كانت، شوف احنا شلون نقرا السؤال ونترجمه. هذا السؤال جاني، هسه انا اريد الحين انتبه وياي. اذا كانت اف الاكس الداله تجي بالداله حطها من هنا، اف الاكس يساوي اكس تربيع ناقص اي على اكس، حيث ان الاكس لا يساوي صفر، معناه هنا الاكس مو صفر لان ما يصير المقام صفر، هاي الجمله الاولى علاقه بها، بين ان الداله اف لا تمتلك نهايه عمقها. يتقول لي هنا بين ان الداله اف لا تمتلك نهايه عمقها. هاي معركه، بين ان الدالة اف لا تمتلك نهاية عظمى، هاي معركة. نقول بين ان الدالة لا تمتلك نهاية عظمى، المعركة الثالثة. ويانا لا، المعركة الثالثة. طلع قدامك المعارك قدامك على مود الحس هو. بين ان الدالة اف لا تمتلك نهاية عظمى، معناها هاي معركة ثالثة. شو اسوي؟ ركز وياي، شو نسوي؟ المعركة راسا نحدد المعركة الثالثة. شنو تقول المعركة الثالثة؟ تقول أولا استخرج اكس 100، اشتق المشتقة الأولى صفر واستخرج اكس، بعد وراها راح يصير عندك طريق مبلط، وطريق شنو؟ ترابي. المبلط هو المشتقة الثاني، المبلط هو من هو؟ المشتقة الثاني. إذا طلع لك رقم موجب فشو تقول له؟ إذا طلع رقم موجب شو تقول له؟ معناها الدالة تمتلك نهاية شنو؟ عظمى. إذا سالب صفرة، إذا صفر فشلت الطريقة مالتها، وين أروح على التراب؟ التراب ايش يقول؟ عندك خط المشتقة الأولى، هاي هي المعركة مالتها. كل سؤال راح أذكرك من المعارك هنا، واضح؟ أنا ودي أذكرهم وياه شوي شوي عم تحفظهم. هسه أول شغلة استخرج إكس، شلون استخرج إكس؟ اشتق المشتقة الأولى، يلا خلينا نشتق المشتقة الأولى. اف فتحة اكس يساوي 2 اكس ناقص، هذا من هو ثابت على يمن على متغير، شلون اشتقه اذا ثابت على متغير؟ حط سالب اضرب الاس في البسط، واحد في اي زيد الاس واحد اكس تربيع. او ما يعجبك هالطريقه شو تسوي؟ ركز لي، المقام اكس في مشتقة البسط صفر، مشتقة الثابت صفر ناقص البسط اي في مشتقة المقام مشتقة الاكس واحد على المقام تربيع، هو واحد هو اكس وجاء تربيع صار عندك اكس تربيع، هذا صفر راح، شو بقى هنا عندي؟ سالب اي على اكس تربيع، نفسه سالب اي على اكس تربيع، شلون؟ حلها باي طريقة؟ بكيفك. يلا الفتحة لإكس يساوي 2 إكس، السالب بالسالب موجب أي على إكس تربيع، ها هي المشتقة الأولى، ها هي المشتقة الأولى. انتبه اللي هسه وراها، انتبه صفر راح أساويها للصفر، 2 إكس زائد أي على إكس تربيع يساوي صفر، وراها انتبه اللي استخرج لإكس. هسه عندك معادلة لازم تستخرج إكس. أول شغلة لازم تخلص من المقام، إذا عندك مقام تخلص من المقام،
اضرب المقام نفسه، يعني اضرب في اكس تربيع. فوياي اكس تربيع في 2 اكس، 2 اكس تقعيد زائد اكس تربيع، ويا الاكس تربيع تروح تبقى الاي تساوي صفر في اكس تربيع صفر. هاي احولها من هنا، شو راح يصير؟ 2 اكس تقعيد يساوي سالب اي. اللي اريده منه انا الاكس، اكس تقعيد يساوي سالب اي على 2. هذا من وين؟ الاكس تقعيد. بعدني اريد الاكس، لازم نخلص من التقعيد. شو اقول لك؟ بالجذر التقعيدي للطرفين راح يروح التقعيد، يبقى لي اكس، وهنا راح يصير عليه جذر، جذر التقعيدي لسالب اي على 2، هذا هو الاكس. انت بعد شوف شنو تحتاجه، اكس هذا، اذا تحتاجه اكس تقعيد هذا، يعني ثلاث موجودات عندك. هسه وياي، اشتقيت المشتقه الاولى، بعدين صفرت، بعدين هاي الخطوات الى ان استخرجت شنو؟ اكس. هسه عندي طريقين، طريق مغلط وطريق ترابي. اجي على اليمن على المغلط، على اليمن هسه نروح على المغلط. بالبدايه من يسر راح ترابي، راح بالبدايه ايمن على المغلط، اذا فشل راح ترابي، واضح؟ اتفقنا؟ فالمغلط شو يقول؟ يقول اشتق المشتقه الثانيه، اشتق المشتقه الثانيه. يلا خلينا نشتق المشتقه الثانيه. افتحت هي اللي اكس يساوي. انا عندي المشتقه الاولى راح اشتقها مره ثانيه. مشتقه 2 اكس 2. مشتقه هذا شلون اشتقها؟ ركزوا وياي، ثابت على متغير، نفس القاعده. حط سالب. حط شنو؟ سالب. اضرب الاس بالبسط، 2 في اي 2 اي زيد الاس 1 اكس تقعيد. هذا هو وياي. اذا شفت عندك بالمشتقه الثانيه طلعت لك اكس، عوضها. هسه ايش طلعت لي؟ اكس لو اكس تقعيد، اكس تقعيد عيد راح اعوض اكس تقعيد. اذا طلعت لي اكس راح اعوض اكس حسب اللي طلعت لي، واضح؟ او تريد تعوض اكس وتحط عليه تقعيد كيف؟ نفس الشيء ترى، يعني لا تخاف من التعويضات. 2 اي على اكس تقعيد عندي قيمه لازم اعوضها، ايش قد؟ سالب اي على 2 ويساوي 2. السالب بالسالب موجب، مقام المقام شو راح يصير؟ بسط. شو راح يصير؟ مقام المقام بسط، يعني 2 في 2 اي 4 اي على اي. هاي اضرب وياي ويساوي 2 زائد 4 ويساوي 6. 6 20 رقم ايش فيه؟ موجب، اكبر من 100 من الصفر. اذا الداله تمتلك شنو؟ نهايه صغرى. ما اقولها موجبه، يعني شنو معناها؟ صغرى. مثل ما قلت لكم، اذا موجبه صغرى، اذا موجبه صغرى، اذا سالب عظمى، واضح؟ اذا موجب صغرى، اذا سالب عكس الكلمه، موجب صغرى، سالب عظمى، زين اذا صفر فشلت. اذا الداله تمتلك نهايه شنو؟ صغرى. اول شيء يقول لي بين ان الداله لا تمتلك نهايه عظمى، اذا الداله تمتلك نهايه صغرى، اذا الداله لا تمتلك شنو؟ نهايه عظمى. ليش؟ لان هي شنو تمتلك نهايه صغرى؟ اذا هي لا تمتلك نهايه عظمى. نفس السؤال هنا انا بس شويه متطور. هذا المزاريات انا قاعد وياكم هنا، هذا 2015 2008 هنا 2018 2013. اذا كانت الداله اف للاكس يساوي لنا اكس تربيع زائد اي على اكس، حيث ان الاكس لا يساوي صفر، الاي والاكس لا يساوي صفر، والاي تنتمي الى هذا المجحة الجزائي. فجد قيمة اي، فجد قيمة شنو؟ اي. علما ان الدالة تمتلك نقطة انقلاب عند الاكس يساوي واحد. تبين لي هسه هنا ايش قال لي؟ انقلاب عند الاكس يساوي واحد. بعد ثم بين، ثم معناها مطلب ثاني، من يقول لك ثم يعني معناها مطلب ثاني. بين الداله لا تمتلك نهايه عظمى، مهما
هنا ثم بين دالة اف لا تمتلك نهاية عظمى. هسوي انا اريد اي وثانيا يقول بين ان الدالة لا تمتلك نهاية عظمى. هذا المطلب الاول، هذا المطلب الثاني. يلا وياي خلينا نسوي هسه المعركة مالتنا على صفحة. طبعا ركز وياي بالاخير شو تسوي؟ تمسح الهاي. بالاخير شو تسوي؟ تمسح اي شيء اسويه على صفحة هنا بكل الرياضيات يعني. بس انتبه لي على هاي الملاحظة كلش مهمة. اي شيء اسويه على صفحة هنا بكل الرياضيات تعوفوه وعليه درجات، ما عدا هذا الموضوع مال المعارك. المعركة بنسويها على صفحة تمسحها بالاخير مو تعوفها. الموضوع الوحيد اللي اسويه هنا على صفحة تثبت تمسحها. الباقيات لا دير بالك تمسحها عوفي. اي شيء اسويه على صفحة عوفه. يلا هل نشوف المعركة مالتنا. انتبه لي. أول شغلة ايش قال لي هنا؟ انقلاب. انقلاب معركة ثانية. مو صح؟ لا قال لي انقلاب معركة. انقلاب معركة ثانية. شو تقول المعركة؟ شو ناطينا اكس؟ إذا أعطانا اكس شو أقول؟ اشتق المشتقة الأولى، اشتق المشتقة الثانية، صفر، عوض اكس اللي هو اكس ناطينا زائد واحد، عوض اكس، اكس يساوي واحد. معادلة رقم واحد. نرجع للسؤال، هو ايش كم مجهول فيها هنا؟ هو اي وبي وسي، ايش كم مجهول فيها هنا؟ اي بس واضح عوف الاكس مو المتغير، ثوابت. ايش كم مجهول من الثوابت؟ واحد. اذا ايش احتاج؟ معادله واحده. اذا مجهولين احتاج معادلتين. اذا ثلاث مجاهيل احتاج ثلاث معادلات. واضح؟ شوي شوي نتطور بالاسئله. سأل معركة ثانية. ايش معركة ثانية؟ هي الانقلاب. اجي هنا هذا المطلب الاول. المطلب الثاني ايش يقول لي؟ بين ان الدالة لا تمتلك. المطلب الثاني بين ان الدالة لا تمتلك نهاية عظمى. شو اسوي هاي معركة؟ معركة ثالثة. هاي المعركة معركة ثالثة. مو صح؟ بين الدالة لا تمتلك نهاية عظمى. هذه هي معركة ثالثة. شو اسوي المعركة الثالثة؟ أولا استخرج اكس. منين؟ اشتق المشتقة الأولى، صفر، استخرج اكس. ثانيا شو تسوي؟ عندك طريقة. لو طريق مبلط، لو طريق ترابي. المبلط من وين؟ بس انتبه لي. المبلط من وين؟ إذا مبلط، إذا اختارينا شنو؟ المبلط. من وين؟ المشتقة الثانية. إذا طلعت لك سالب معناه عظمى، إذا موجب معناه صغرى، إذا صفر فشلت، وين تروح؟ عتبها. هاي المعركة الثالثة. هسه نبلش بها معركة، المعركة الثانية. اشتق المشتقة الأولى، يلا وين هاي؟ هاي الثالثة، هاي الثالثة قدام. اشتق المشتقة الأولى، فتحة لإكس يساوي 2إكس. شلون اشتق هذا؟ ثابت على متغير السالب، اضرب الاس في البسط، اي زيد الاس واحد، اكس ثانية. بعدين تقول لي اشتق المشتقة الثانية، اشتق المشتقة الثانية، فتحت يلي اكس، مشتقة 2إكس، 2 سالب. شلون اشتق هذا؟ حط سالب، اضرب الاس في البسط، 2 اي زيد الاس واحد، اكس تبعيد. واضح؟ ايش راح يبقى هنا عندي؟ بس انتبهي، ايش راح يبقى هنا عندي؟ مشتقة ثانية فتحت لي اكس يساوي 2 زائد 2 اي على اكس تبعيد. 2 اي على من؟ على اكس تبعيد. وراها ايش يقول لي؟ يقول لي صفر، وراها ايش يقول لي صفر؟ يعني شنو؟ اساويها لمن؟ للصفر. ساويتها للصفر. وراها ايش يقول؟ عوض اكس، ايش قد الاكس؟ واحد، راح اعوض الاكس واحد. 2 زائد 2 اي على واحد تكعيب يساوي لنا صفر. واضح؟ زين، هذا الواحد تكعيب واحد ما له قيمه، يعني هسه
احسن يشيله. شو راح يبقى هاي؟ 2 زائد 2 اي يساوي صفر. هذا حوله من هنا، شو راح يصير؟ اذا حولته من هنا 2 اي يساوي سالب 2 قسم على 2، اذا الاي يساوي سالب 1 طلعت قيمه اي. كل سهل، هاي قيمه اي خلصنا منها. اشتق المشتقه الاولى، اشتق المشتقه الثانيه، صفر، عوض اكس، واضح؟ راح تطلع قيمه اي مباشره. اي وش كم تريد؟ واحد، اذا محتاجين معركه واحده. يعني عادي اذا اكثر من سؤال واحد اكثر من معركه يصير معركتين، سؤال ب 3 معارك. زين، عادي سؤال يجمع لك ب 5 معارك، ماكو مشكله. انت معركه، معركه تشتغل. خلص الاولى تجي المن الثاني، عرفتهم؟ يلا، هسه يجيب لي هنا بين ان الداله لا تمتلك نهايه عظمى، شو راح اسوي؟ اول خطوات مالتها، اولا استخدم اكس. شلون استخدم اكس؟ اشتق المشتقه الاولى، اشتق المشتقه الاولى. الفتحه لاكس. انا مشتقها هياها قدامي، بس انزلها. 2 اكس ناقص اي على اكس تقعيد، اكس تربيع العفو. انا الاي عندي، الاي شيء سالب واحد، هياها هذا سالب واحد. وهنا سالب موجب واحد. فهمت ايش سويت انا؟ انا الاي كان عوضته سالب واحد. وهنا كان اكو سالب صار موجب واحد. بسوي هاي. اولا استخدمت اكس، شلون؟ اشتقت المشتقه الاولى، خلصت اشتقيتها. صفر، راح اصفر، هاي سويتها للصفر. استخدمت اكس، بس راح استخدمت اكس وياي. شلون استخدمت اكس هنا؟ اذا لازم تخلص من المقام بالبدايه، اذا عندك مقام خلص من المقام اضرب بالمقام نفسه، راح اضرب في اكس تربيع. في اكس تربيع شو راح يصير؟ 2 اكس تقعيد زائد في اكس تربيع راح تروح شقه للواحد يساوي كيف؟ صفر. راح احول هذا من هنا، شو راح اصير؟ 2 اكس تقعيد يساوي سالب واحد. اللي اريده منو اني؟ الاكس. اكس تقعيد يساوي لنا سالب واحد على 2، هذا منو اكس تقعيد؟ بالجذر التقعيد للطرفين، عم نتخلص من التقعيد، الاكس يساوي لنا جذر التقعيد للسالب واحد على 2. هذا بعد التبتيل هو يعني تشبع ناس اكس تقعيد لو الاكس تروح تعوض. هاي بالنسبه لمن؟ قيمه اكس، اولا استخرج اكس استخرجتها، بعد هسه عندك مبلط، المبلط شو يقول؟ اشتق المشتقه الثانيه. انا عندي هسه المشتقه الاولى راح اشتقها مره ثانيه، او واحد يقول هاي نفس انزلها بكيف، ماكو مشكله. انا راح اشتقها مره ثانيه. اف فتحتين لاكس يساوي مشتقة 2 اكس 2 هاي شلون اشتقها ثابت على متغير؟ حط سالب اضرب الاس بالبسط 2 في 1 2 زيد الاس 1 اكس تقعيد. هسه ما طول عندي اكس لازم اعوضه، خليني اعوض الاكس 2 ناقص 2 على اكس تقعيد. ايش قلت لك؟ اكس تقعيد سالب 1 على 2، سالب 1 على 2 ويساوي 2. الموجب السالب السالب موجب، مقام المقام شو صعد؟ بسط 2 في 2 4 ويساوي 6، موجب 6 يعني اكبر من 100 من الصفر. اذا هاي شنو؟ صفر. ما قلنا موجبه، قلت لكم اذا موجبه يعني معناها شنو؟ صفر. اذا شو قلنا؟ الداله لا تمتلك نهايه عظمى. ما عندنا نهاية عظمى، عندنا نهاية صفر. هذا السؤال اللي عندي، هذا السؤال واحد موجود بالأمثلة، واحد موجود بالتمارين، واثنينات مزاريات ومهمة. تبي وياي هسه راح ندي هسه ما راح اكتب لك الأسئلة إذا تريد تكتب سؤال كيف تريد تاخذ بس المعلومات تروح راسا تحيل كيف. انا افضل دائما من تريد تحيل تاخذ معلومات بالسؤال والباقي انت شو تسوي؟ مثل ما جاي يسوي يعني. يعني تاخذ المعلومات بس المعلومات تاخذها جاهزه والباقي سهل. يلا.
إذا علمت أن الدالة f للx يساوينا a x تربيع زائد b x زائد 12. نقطة حرجة 4 بسالب 4 هاشنية نقطة حرجة. جد a و b جد a وبعد و b ناس كم مجهول عندي؟ مجهولين. إذا لازم شنو عندي؟ معادلتين. ثم بين نوع النقطة الحرجة، ثم بين نوع النقطة الحرجة. هسه نجي أول شغلة حدد المعارك مالتنا. انتبه وياي. أول شغلة قال لي هنا مطال النقطة وقال لي حرجة. مطال النقطة اللي هي عبارة عن 4 بسالب 4. هاي معركة. معركة أولى. مو؟ إذا قال لي هنا هاي عظمى أو صغرى أو حرجة ويعطيني لو إكس لو إكس واي. فمعناها هاي معركة الأولى. زين. أنا زي أقول لك ثم بين نوع النقطة الحرجة. هاي معركة معناها الثالثة. واضح؟ بس دير بالك على صيغ مال من المعارك. راح اسوي بالمعركه الاولى ايش تقول؟ تقول اخذ لي النقطه 4 بسالب 4 تحقق المعادله الاصليه. معادله رقم 1. بعدين ايش تاخذ؟ تاخذ بس الاكس اللي هو جاي 4. اشتق المشتقه الاولى صفر، اشتق شنو؟ المشتقه الاولى. بعدين نصفر وبعدين نعوض اكس معادله رقم 2. ايش كم معادلة طلعت لنا عندي؟ معادلتين، هو ايش كم مجهول عندي؟ مجهولين. هاي انتين، أنا من عندي. اجعلها. جيب لي ثم بين نوع النقطة الحرجة. بين نوع شنو؟ النقطة الحرجة. هاي معركة. معركة ثالثة. هاي المعركة هاي ثالثة، شو تقول المعركة الثالثة؟ أولاً استخرج اكس. اشتق المشتقة الأولى صفر، استخرجت اكس. ثانيا عندك طريقين، طريق مبلط وطريق ترابي. انت تروح بالطريق المبلط تشتق المشتقة الثانية. إذا كانت موجبة معناها صغرى، إذا كانت سالبة معناها عظمى، إذا صفر فشلت أو عليها مع ترابي. هاي معارك مالتها هسه بس تذكر المعارك هذا خلاص، بس تضبط هنا يعني انت اهم شيء تكتب هاي المعارك قدام. وانا امشيك كلها على المعارك، ركز وياي. اول شغله ايش يقول لي؟ يقول لي تاخذ الاربعة بسالب اربعة. اربعة بسالب اربعة شو تقول عليها؟ تحقق المعادلة الاصلية، انت تكتبها كلمات كاملة، تحقق المعادلة الاصلية. هاي عبارة عن شنو؟ اكس ومنو؟ واي. هذا من هو؟ f الاكس منو معناه؟ معناه الواي. h للاكس، f للاكس، b للاكس، g للاكس، h للاكس، اي شيء للاكس معناه واي. واضح؟ اول ملاحظه بطريقات بالتفاضل هي هذه الملاحظه. وقلت لكم بوقتها، قلت لكم هاي اول ملاحظه اللي بكم عليها. فنرجع هسه اول ملاحظه، اول محاضره بالتفاضل، اول ملاحظه هي هذه الملاحظه. اي شيء للاكس معناه من وين؟ معناه واي. ركز هنا. بدال الواي ايش راح اكتب؟ سالب 4. بدال الواي راح اكتب سالب 4 يساوي اي ينزل. بدال الاكس راح اكتب 4. 4 تربيع زائد بي في 4 زائد 12. سالب 4. وهذا السالب 12 الموجب 12 ربما ايش راح يصير؟ سالب 12 يساوي 4 تربيع 16 في A 16 A زائد 4 في B 4 B. زين انت ليش وخرت من هنا ال 12؟ على مود به المجاهيل بصفحة والما به المجاهيل بصفحة ثانية. واضح؟ يعني عزلت المجاهيل عن المعاني. تبي تنسى. هاي ايش كيف؟ 16 A زائد 4 B يساوي سالب 4 وسالب 12 سالب 16. هاي شو نسميها؟ سالب
ركز وياي. تحقق المعادله الاصليه يعني عوض بس الاكس والواي بيها، رتبها سميها معادله رقم واحد. واضح؟ قبل ما اسميها اقدر اقسمها، اذا تقدرون تقسمون على رقم حتى تبسط المعادله، قسموا وبسطوا احسن. لذلك انا ايش راح اسوي؟ راح اقسمها على اربعه. حتى تبسط 4 اي زائد بي يساوي سالب 4. بسطت اكثر. هسه اسميها معادله رقم واحد. خلصت من عندي، هاي اول معادله. شنو هي؟ بس عرفت الاكس والواي وبسطتها. هسه نجي تاخذ بس الاكس اللي هو شقد؟ بس الاكس اللي هو 4. شو تسوي؟ تشتق المشتقه الاولى. يلا خلينا نشتغل سوا. تشتق المشتقه الاولى 2ax زائد b، هاي المشتقه الاولى. وراها صفر، هاي ساويتها للصفر. وراها عوض x، جد x 4. 2a في 4 زائد b يساوي صفر. اذا 8 اي زائد b يساوي صفر. ايش كان مجهول؟ مجهول يعني تسميها معادله رقم 2. اذا مجهول واحد ما نستخرجه، اذا مجهولين ما راح نقدر نستخرجه، نسميه. هاي خلصت من عندي. هسه ايش كم مجهول عندي انا؟ مجهول. ايش كم معادله طلعت؟ معادلتين. هسه بشتغل لو بالطرح، لو بالجمع، لو بالتعويض. واضح؟ التعويض نادر لما نجي يمه، احنا راح كلنا نشتغل بايش؟ بالطرح والجمع. ركز وياي. معادله رقم واحد جواب اثنين جيبها. ايش قد؟ 4i زائد b يساوي سالب 4، معادله رقم واحد. واحد يقول لي سوري يعني 2 فوق الواحد، عادي ماكو مشكله. واحد فوق الاثنين، الاثنين فوق الواحد، شلون بنرتب المعادله؟ رتبها عادي ما عندي اي مشكله. واضح؟ زين. هسه انا شنو عندي؟ معادلتين انا اشتغلهم. المعاملات ثابته، هاي لازم شويه ترجع لي للفصل الاول مال الطرح والجمع اللي انا شارحها بالتفصيل. ركز لي هنا. يا هي المعاملات مالته مساويه. الاي والبي، البي مساويات، اذا راح اطرح البي، شلون اطرح؟ انتبه لي. الاشارات مشابهه ولا مختلفه؟ مشابهه. اذا مشابهه اخليهم يختلفن لازم. شلون؟ اقولها بالطرح. واضح؟ إذا الإشارات مختلفة بيش؟ بالطرح. إذا متشابهة بيش؟ بالجمع. واضح؟ إذا مختلفة، إذا مختلفة بالجمع عفوا، إذا مختلفة بالجمع. إذا متشابهة بالطرح. واضح؟ فإذا مش شابه لازم ما نخليهم يختلفن، بايش بطرح؟ وياي؟ تبيني. تباوع لي على ذني الإشارات. تباوع لي عن يمن على ذني الإشارات. إذا مش شابهات هاي شبه هذا، شو تقول له؟ بالطرح. زين. إذا مختلفات شو تقول له؟ بالجمع. وياي اتفقنا؟ زين. هسه خلينا نكمل الملاحظة مالتنا. إذا قلت له بالجمع ما تغير ولا إشارة. إذا قلت له بالطرح تغير إشارة إحدى المعادلات، معادلة رقم واحد أو اثنين، أي معادلة، معادلة جوا تغير إشاراته. وياي ولا لا؟ إذا بالجمع كل شيء ما تغير، ما نغير ولا إشارة. إذا بالطرح نغير إشارة معادلة جوا. أو الفوق ماكو مشكلة، إحنا دائما متعودين على الجو. هسه أنا جبت له بالطرح، فلازم نغير الإشارات. هاي شو يصير؟ سالب. هذا موجب شو يصير؟ سالب. هذا سالب شو يصير؟ موجب. هسه شو؟ 8 اي ناقص 4 اي، 4 اي. بي ناقص بي صفر، راح. صفر زائد 4 اي 4. قسم على 4 اذن الاي يساوي 1. هاي انتهينا بعد. طلع من السهلة الـ A. لازم هسه شنو نطلع الـ B. ركز لي. عوض بأي معادلة، واحد أو اثنين، كيفك. هذا العوض في اثنين. عوضها في اثنين.
شو راح يصير؟ 8 A زائد B يساوي 0. ايش قد ال A؟ 1. 1 في 8 8، انقلها من هنا شو راح يصير؟ سالب 8. اذا ال B تساوي سالب 8. هاي خلص، خلصنا، اخذنا 6 درجات او 7 درجات بالوزارة بس مجرد بانه انت تمشي معك راح تطلع لك معادله رقم 1، تمشي معك راح تطلع لك معادله رقم 2. هاي بعد شلون تتعامل ويا المعادله؟ صف ثالث متوسط. لذلك انا دائما الطلاب يقولون هذا الموضوع اكثر شيء يعتمد على الثالث متوسط، يعني موضوع ما ثالث متوسط. بس هاي بالبدايه تمشي على المعركه، تمشي على المعركه والباقي شنو؟ عوض معادله رقم 1 في 2 بالجمع بالطرح غير اشارات من غير اشارات، فانتبه لي على الملاحظات. رجع لي الفصل الاول ايجاد قيمه اكس وواي، شويه ملاحظات اللي نعطيك شلون تستخدم المعادلات على مود صعد الشرور ما تفهم. زين ها خلصنا يعني. هسه وياي بين نوع النقطه الحرجه. من المحاضره السابقه كتبت لك الملاحظه. ايش سويت لك الملاحظه؟ اذا اعطى نقطة الحرجة، إذا أعطانا نقطة الحرجة ناخذ منها الإكس مباشرة، ناخذ مباشرة منها شنو قيمة إكس. زين هو لو أعطيك نقطة الحرجة لو ما نعطيها نعطيها قد الإكس مالتها 4، إذا الإكس تساوي 4 رأسا مباشرة، يعني بدون ما تروح تشتغل مشتقة سوى أول نقطة استخرج إكس، الاكس اخذناها مباشرة. شو وقت اخذها مباشرة؟ من يعطيك نقطة الحرجة، من يقول لك هاي النقطة هي نقطة الحرجة، تاخذ من عند الاكس مباشرة. واحد شو يقول؟ يقول زين اذا مثلا اني اريد اتعود على هالخطوات، اشتق المشتقة الأولى، بعدين اصفر واستخرج اكس، انت بعد كيفك. واضح؟ انت بعد شنو كيفك؟ ركز وياي. وين الدالة مالتنا؟ اف للاكس يساوي لنا اي اكس تربيع زائد بي اكس زائد 12. اشتغل ونشوف راح امشي على هذه الخطوات، راح تطلع لي نفس الشيء 4. اشتغل المشتقة الأولى، اشتغل المشتقة الأولى. بس كده احنا عندنا 2 اي اكس زائد بي. صفر راح اصفر 2 اي اكس زائد بي يساوي 0. قد الاي استخرجناها لازم نعوض من بعد. الاي 1 البي جد سالب 8. 2 اكس ناقص 8 يساوي 0، حول من هذا 8 موجب 8، قسم على 2 اكس يساوي 4، فنفس الشيء تطلع لك 4. اذا تريد تشتق المشتقه الاولى والصفر تستخرج اكس راح تطلع 4، تريد تاخذها من النقطه دوبها مباشره 4، اثنيناتهم يصير. واضح؟ هو ليش اعطيك نقطه حرجه؟ انا ما يتعبك بهذه الخطوات، بس تاخذ الاربعه، فانتوا بعد كيفكم. استخرج اكس استخرجت اكس. ورا عندك طريق مبلط وطريق شنو؟ ترابي. طريق مبلط طريق ترابي. طريق ترابي. زين احنا بالبدايه نمشي عليها من على المبلط. المبلط شو يقول؟ اشتق المشتقه الثانيه. يلا اشتق المشتقه الثانيه. يساوي هاي المشتقه الاولى اشتقها مره ثانيه. 2 اي اكس. شنو مشتقتها؟ 2 اي ومشتقة الثابت جت صفر ويساوي 2 اي، جد الاي لازم نعوضها 1 ويساوي 2، يعني يطلع لنا صفر. هذا رقم موجب لو سالب موجب اكبر من صفر، اذا النقطة اللي عندي 4 بسالب 4 هاي النقطة شبيها صغرى محلية. ليش صغرى؟ لأن موجبة طلعت. بين ان الداله اف للاكس يساوي لنا 3، هذا سؤال جاب 97 وجاب 2007، زائد اي اكس زائد بي اكس تربيع تمتلك نقطه حرجه، عندها نقطه حرجه 1 و4 هاي حرجه. جد اي وبي نفس السؤال السابق الحقيقيتين اعتدت من ار، ثم بين نوع النقطة
الحركة، ثم بين نوع النقطة الحركة. يا وياي هنا نفس الوضعية اللي عندنا هناك بهذا السؤال. أولا قال لي حركة يعني معناها معركة أولى، نعطي النقطة واحد وأربعة وش قال لي حركة، ايش راح أسوي؟ آخذ النقطة اللي هي عبارة عن واحد وأربعة تحقق المعادلة الأصلية معادلة رقم واحد، بعدين ايش أسوي؟ آخذ بس قيمة إكس اللي هو واحد، اشتق المشتقة الأولى صفر، بعد عوض إكس معادلة رقم اثنين. ايش كم مجهولات عندي؟ اثنين. ايش كم معادلة طلعت؟ اثنين. انتهت، طلعت المجاهيل. نجي ثم معناها مطلب ثاني. ثم بين نوع النقطة الحرجة معناها شنو مطلب ثاني؟ ايش راح نسوي هنا؟ اولا نستخرج اكس، هيا معركة ثالثة. نستخرج شنو؟ اكس. وراها عندي طريقتين، لو مبلط لو شنو؟ لو ترابي. لو مبلط لو ترابي. يا هسه انت ابويا، اول شغله راح اخذ النقطه اللي هي عباره عن واحد اربعه، هاي عباره عن اكس وواي تحقق المعادله الاصليه. هاي منو؟ هذا منو؟ واي. ايش قد الواي؟ اربعه يساوي ثلاثه زائد اي اكس. الاكس ايش قد؟ واحد. اعوضها بدال اكس وواي، واحد تربيع. البي مجاهيل يبقى، الوابي مجاهيل نقل الطرف الاخر، اربعة ناقصا ثلاثة يساوي اي زائد بي. اذا اي زائد بي يساوي اربعة ناقص ثلاثة واحد، اللي يساوي كان منا نفس الشيء. ايش كم مجهول عندي؟ مجهولين، اذا نسميها معادلة رقم واحد. هاي خلصنا من عندي. نجي هنا ناخذ بس الاكس اللي هو واحد، اشتق المشتقة الاولى. هاي قدامك، اشتق المشتقة الأولى. مشتقة الثالثة صفر ما نكتبها. مشتقة الـ AX بس الـ A تروح الـ X زائد مشتقة الـ BX تربيع 2 BX. اشتق المشتقة الأولى اشتقيتها، بعدين صفر هاي صفرت، بعدين عوض X، عوض X، قد الـ X واحد؟ A زائد 2 B في واحد يساوي صفر. إذا الـ A زائد 2 B يساوي صفر، معادلة رقم 2. ليش معادلة رقم 2؟ لأن بيها شنو؟ بيها مجهولين ما أقدر أحلها، لذلك أسميها معادلة رقم 2. هسا عندنا شنو معادلة صارت؟ معادلتين. انتهت المعركة الأولى. هو شنو مطلوب من عندي؟ مطلوب من عندنا رأسا إحنا نتعامل وياهن كمعادلات. بس هنا خلص السادس عندي، ارجع للثالث. عندك هنا اي زائد بي يساوي واحد، معادله رقم واحد. من المعاملات اللي شابها الاي لو البي؟ الاي. ما هو الاي اللي شابها؟ اشوف الاشارات. الاشارات مش شابه لو مختلفه، هذا موجب وهذا موجب. مش شابه. لازم اخليهم يختلفن، البي ايش بطرح؟ واضح؟ بطرح. يعني هذا شو راح يصير؟ ركزوا وياه، هذا شو راح يصير؟ سالب، وهذا شو راح يصير؟ سالب، وهذا شو راح يصير؟ سالب. اي ناقص اي صفر، 2 بي ناقص 1 بي، 1 بي يعني 2 ناقص 1 واحد يساوي صفر ناقص 1 سالب 1، هذا طلع لي يعني. عوضها مثلا في 1، عوضها في واحد او في اثنين كيف؟ اي زائد البي جت سالب واحد، سالب واحد، البي جت سالب واحد يساوي واحد. هذا سالب واحد راح احاول اشرح يصير موجب واحد، وهنا انا واحد يعني الاي يساوي واحد. هسه هذا سالب واحد احاول منه اشرح يصير موجب واحد ويساوي اثنين، اذا الاي يساوي اثنين. ايش طلع عندي؟ الاي وبعد والبي. هذا المطلب الاول انتهى. نجي للمطلب الثاني، ثم بين نوع النقطه الحرجه. اللي عندكم هنا شنو بس انتبهولي؟ عندكم نقطه لو ما عرفتم نعطيكم النقطه، لو ما نعطيها نعطيها. اذا ايش راح تسوون؟ تاخذون الاكس من عندهم مباشره اللي هو ايش قد؟ واحد. الاكس ناخذه من النقطه مباشره. ما تريدون تاخذوه كيفكم. شو تسوون؟ اشتق المشتقه الاولى.
صفر تستخرج اكس. هذا الشيء راجعكم بعد. انا دا اقول لكم اذا انطاكم نقطه حاجه راسا الاكس تاخذون النقطه. واضح؟ لا تتعبوا نفسكم. اولا استخرج اكس، استخرجنا اكس. ثانيا عندك طريقه لو مبلط لو ترابي. بايش راح ابلش يساري؟ بالمبلط. يلا خلينا نبلش بالمبلط. ايش يقول المبلط؟ اشتق المشتق الثاني. تبي ها هياتها قدامك المشتقه الاولى، اشتقها مره ثانيه. مشتقه الاي صفر، مشتقه الثانيه صفر. مشتقه 2 بي اكس 2 بي. والاكس ما هو راح. ويساوي 2 البي ايش جاي؟ سالب 1 ويساوي سالب 2. هذا شنو هذا؟ هذا اقل من الصفر. اذا النقطة اللي هي 1 و4 ايش فيها؟ عظمى محلية. ليش عظمى؟ يعني سالب. واضح؟ إذا طلع السالبة مشتقة ثانية، إذا طلع السالبة بالمبلط، إذا طلع السالبة عظمى، إذا موجبة صغرى، إذا صفر فشلت. وعندنا أسئلة راح تفشل فيها. هاي بالنسبة من المحاضرة اليوم، حاولوا تضبط هذين الشغلات هذين الأساسيات. هسه حاليا عندي بس يعني مجهولين. انا حاليا داشتغل هسه بس معركه اولى وثانيه وثالثه. واضح؟ ضبط انا ضبط لك شوي شوي المعارك هسه اولى ثانيه فضبطها من هسه. واضح؟ انا بدي اكمل الاسئله على المحاضره الجايه ان شاء الله.